دون أن أشكر الأصدقاء من تونس وعلى رأسهم نواب الشعب بالمجلس الوطني التأسيسي الذين شرفوني بالحضور، وأعتبر من جانبي هذا اللقاء خطوة أولى على درب تعاون متواصل ومثمر بين البلدين الجارين والشعبين الشقيقين، حين يشهد التاريخ أن دماءنا امتزجت عديد المرات رهنا على جعل مصلحتنا واحدة وتوحيد أهدافنا. ختاما أجدد شكري لسعادة السفير باسمي الخاص ونيابة عن الجالية بأكملها لتشريفنا بهذا الحضور، وأشكر كذلك السيد القنصل العام والسيد القناصل عما وجدت لديهم من مساندة، وأشكر الجالية بأكملها سواء من شرفني بالحضور أو من لم يسعفه الحظ لذلك، وأشكر الأصدقاء التونسيين لهذا الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نتوجه إلى صاحبة الحفل تبدأ بها سيدة أميرة سليم، وإلى زميلها النائب شكيب جوهري، سيدة القنصل العام وسيدة القناصلة، الأخوة ممثلي وممثلات المجلس التأسيسي التونسي، أيتها السيدات أيها السادة، سعيد بهذه المبادرة التي قامت بها السيدة أميرة سليم بافتتاحها مداومة في تونس المدينة تمثيلا للمجلس الشعبي الوطني في الخارج، واستجابة للجالية الجزائرية في المنطقة الثالثة كما سمتها أو كما سماها القانون الجزائري.